في قطر لا مجال سوى للتجاوزات وخرق القوانين، ففي عام 2017 تقدمت قطر بمذكرة لمنظمة التجارة العالمية لتسوية نزاعات مع الإمارات، وبدلا من احترام القانون وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية رغم حظر المنظمة لذلك. وتجذيرا لأزمتها مع الرباعي العربي حظرت منتجاتهم داخل أسواقها، وعوضا عن الإذعان لمطالبهم العادلة منعت حتى الأدوية المصنعة بالدول الأربع. انتهاكاتها الصارخة دفعتها لرفع شركات الإمارات من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، فيما حافظت على حظر غير معلن عن المنتجات القادمة من الإمارات، وتذرعت بحجج واهية غير منطقية لتبرير إجراءاتها. في المقابل صونا لحقها تقدمت الإمارات بشكوى ضد قطر احتراما للقانون، لتبقى قطر مخلب القط العربي النابش دائما عن تقطيع أواصر الأخوة.